بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. كتير عم نسأل حالنا هالسؤال، إنه معقول هدول الناس يلي عم يأذونا هالأذى كنا عايشين معهم بنفس البلد ويمكن بنفس الشارع؟ وين كانوا مخبيين كل هالشر؟ معقول هنن من الأساس ناس سيئين بس ما كنا حاسين عليهم؟ ولا هنن مو سيئين وبس عم ينفذوا أوامر؟ بالحقيقة جواب السؤال باختصار إنه مو بالضرورة كانوا ناس سيئين ومجرمين، وممكن كتير يكونوا بس عم ينفذوا أوامر السلطة الفاسدة. رح تقولوا إنه طيب ليش ليطيعوا السلطة الفاسدة؟ للجواب على هذا السؤال عمل ستانلي ميلغرام، وهو طبيب نفسي بجامعة بيل الأمريكية، تجربة ليقيس فيها طاعة السلطة. والتجربة معروفة بعلم النفس الاجتماعي باختبار ميلغرام، والهدف منه معرفة مدى استعداد الأشخاص لتنفيذ أوامر هنن مالهن مؤمنين فيها أو بتتناقض مع مبادئهن. جمع ميلغرام مجموعة من المشاركين وخبرهن إنه اللي رح يعملوه بيتعلق بدراسة عن الذاكرة والتعليم، وإنه رح يكون دور المشترك معلم أو متعلم حسب القرعة. طبعاً هذا الحكي ما كان صحيح، لأنه الدراسة عن اختبار طاعة السلطة ومو عن الذاكرة والتعلم، والقرعة يلي انعملت كانت قرعة وهمية انعطى بموجبة دور المعلم لكل واحد من المشاركين. أما المتعلمين فكانوا عبارة عن ممثلين مطلوب منهم أنه يعملوا دور معين. بيقعدوا المعلم والمتعلم بغرفتين جنب بعض، بيقدروا يسمعوا بعض بس ما بيقدروا يشوفوا بعض. في مشرف بيطلب من المعلم يلي هو واحد من المشاركين يسأل المتعلم سؤال وبيعطيه مجموعة اختيارات. إذا جاوب المتعلم جواب غلط فلازم المعلم يضغط على زر بيوجه صعقة كهربائية للمتعلم، وبتزيد شدة الصعقة الكهربائية مع زيادة الإجابات الخطأ. المشاركين كانوا مفكرين إنهم عم يواجهوا صعقات كهربائية حقيقية، بس بالحقيقة الصرخات اللي كانوا عم يسمعوها كانت عم تطلع من خلال جهاز، وبعدها بيضرب المتعلم على الحيط ضربات مشان يوهم المشارك إنه متوجع وعم يترجاه يوقف. كتير من المشاركين طلبوا توقف التجربة أولا، بس تم تشجيعهم على المتابعة من خلال عبارات كانت عم تتوجه إلهن وتقول الرجاء الاستمرار في التجربة، التجربة تتطلب منك أن تستمر، من الضروري أن تستمر، وبالأخير لا يوجد أمامك خيار آخر، يجب أن تستمر. وهون إذا المعلم لساته مصر أنه يوقف التجربة بعد هي الأوامر الأربعة بتتوقف التجربة. قديش بتتخيلوا عدد المشاركين يلي طلبوا تتوقف التجربة وهنن بالمناسبة ناس طبيعيين مو مجرمين ولا متوحشين؟ بس 14 مشارك من أصل 40 وقفوا التجربة قبل توجيه صدمة 450 فولت، وما في أي مشارك أصر إنه التجربة توقف قبل ما توصل الصدمات ل 300 فولت، يعني 65% كانوا مستعدين يكملوا التجربة وبزيادة صعقات الكهرباء يلي ممكن تقتل المتعلم. هي النتيجة المفاجئة كشفت عن سهولة انقياد الإنسان لفعل الشر إذا طلب منه صاحب القوة والسلطة هالشي. وبالرجعة لحديثنا، كيف ممكن نفهم على أساس هالتجربة الشر يلي شفناه وعم نشوفه عند ناس ما كنا متوقعين هون هيك؟ باختصار طاعة السلطة الفاسدة. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمك.